الله تعالى وبركاته. جبت لكم اليوم صدر جديد كما تلاحظوا في الصورة، مكون من لون الغوز، غوز بونبون، خيط حرير، كروشي رقم 11 كالعادة نخدم به. وانتي اختي الخيط اللي حبيت، الرقم اللي حبيتي تخدمي به، الملفة تخدمي به. وانا درته على لفة واحدة، على خيط واحد، من درتش على اثنين، درت خيط حرير على خيط واحد. اذا ندير عقدة، عقدة البداية، ونطلع بالسلاسل. نطلع بالسلاسل، انا درت النصف الامامي فقط من الصدر. انتي تحبي ديري دائري ديريه دائري، لكنتي ديري الخيط على اثنين حرير راح ديري 320 حتى 340، لكن على اثنين، لكن على واحد راهو يجي رقيق، لازم تحسبي تقيسي على صدر قديم عندك ولا حاجة. انا درت كذا من سطر، كذا من سلسلة، راح نقيسها بالمتر، راح نقيس قداش سلسلة قدا فيها من سنتيمتر. كما قلت لك اختي كان على اثنين راح ديري 340، كان على سطر كامل من الامام ومن الخلف، لكن من الامام فقط راح ديري 160. انا درت الصدر هذا من الامام فقط، راني هزت المقاس كما تشوفي 48 سنتيم. هذا اختي الحجم راهو نوعا ما كبير، اكثر من المتوسط، ولا تقدري تقولي متوسط، اكثر من المتوسط. اذا بعد ما درت السلاسل راح نطلع ثلاث سلاسل، نعتبرهم عمود. نطلع بثلاث سلاسل نعتبرهم عمود، نلف الخيط ونحسب 1 2 3، وفي السلسلة الرابعة ندخل إبرة الكروشي وندير عمود، نعود نلف الخيط ونحسب سلسلة، 3 سلاسل، الرابعة ندير فيها عمود. نحسب سلسلة 2 3 ونخلف. أنا راني بديت درت السطر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، راح نقفل المرحلة الأولى طريقة الصف رقم 6. راح ندير كالآتي، 3 سلاسل نديرو مع بعض، ندخل نكبر لكم الصورة، ندخل في الفراغ الأول ندير 3 أعمدة مكملهمش، كل فراغ فيه 3 أعمدة على الشكل هذا، ما نقفلهمش. عندي 4 لفات نخرجهم مع بعض سلسلة، ونكمل كل فراغ راح ندير فيه نفس الشيء، 3 أعمدة ثانية، وهذه العمود الثالث. عندي 4 لفات راح نخرج مع بعض، نعود العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث، نخرج مع بعض سلسلة ونكرر العملية حتى نكمل كل فراغات. هذه كل فراغ فيه 3 أعمدة من ونقفلهمش، نقفلهم كل مع بعض. بينتهم سلسلة، نزيد الفراغ
موالي، كل فراغ راح ندير فيه 3 أعمدة. هذه المرحلة الأولى، فيه هو تخدم الستر هذا على 3 مراحل. عندنا 3 أعمدة، 4 لفات نخرج مع بعض وندير سلسلة بيناتهم. هذا السطر الأخير من المرحلة الأولى. قالي فراغ الأخير راح ندير فيه نفس الشكل، عمود الأول، عمود الثاني، والعمود رقم 3. عندي 4 لفات نخرج مع بعض وندير سلسلة 2 3 ونروح للسلسلة اللي بعدها. عندي الفراغات هذا كامل راح نخدم فيه كيما هكا. نجي الفراغ الأول، عمود الأول، عمود الثاني، العمود الثالث، عندي 4 لفات نخرجهم كل واحدة وندير سلسلة بيناتهم ونكمل هذا الفراغ كامل. نوصل هنا ونرجع لكم. كملنا الأعمدة هذا كامل، راح نحسبهم، راح نلقى 6 مجموعة، 1 2 3 4 5 6، وبيناتهم راح ندير 3 سلاسل، سلسلة الأولى، ثانية، ثلاثة، وراح نروح للمجموعة الأخيرة. كل فراغ، كل عمود بين عمود وعمود سلسلة. في الوسط هنا راح ندير عمود الأول، عمود الثاني، والعمود الثالث. عندنا سلسلة نفس الشيء، عمود الأول، عمود الثاني، عمود الثالث. عندنا 4 حلقات نخرجهم مع بعض وندير سلسلة، نكمل ونرجع لكم. هنا رانا خلصنا الصف، هذه نهاية المرحلة الأولى، ويتركب على 3 مراحل. دوك نشوف كيفاش نخدمو البداية المرحلة الأولى. هنا عندنا 1 2 3 4 5 6، 6 مجموعات. نلف الخدمة ونبدأ في المجموعة الثانية. نبدأ نطلع ب4 سلاسل، سلسلة، سلسلة الأولى، سلسلة الثانية، الثالثة، الرابعة، سلسلة الرابعة. هنا عدنا 6، نخلف المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، ندخل الوسط وندير غرزة حشو بيسيري. نزيد نخدم 5، 1 2 3 4 5. نزيد نخلف مجموعة 2، ونخلف المجموعة الأولى والثانية والثالثة، ونخلي في الجانب مجموعتين، الجوانب مجموعتين. هي في 6. نزيد ندير هنا 1 2 3 4، ونجي الوسط هنا وندير غرزة حشو. نزيد 1 2 3 4، ونفوت مجموعتين، الأولى والثانية، نفوت الأولى والثانية، ندير غرزة حشو. نزيد 1 2 3 4 5، ونخلي مجموعتين في الأخير وندير مجموعة الأولى والثانية، وندير هنا درنا 5 سلاسل. نزيدو 4 سلاسل، 1 2 3 4،
السطر كامل راح يجي على الشكل هذا. اذا وجدرنا هنا درنا 4 سلاسل، فوتنا المجموعه الاولى والثانيه على الشكل هذا. كبر لكم باش تبان ان شاء الله الصوره برك تعود واضحه. درنا 4 سلاسل، فوتنا المجموعه الاولى والثانيه، درنا هنا غرزه حشو في المجموعه الثانيه، زدنا 5 سلاسل، خلينا في الاخر زوج مجموعات ودرنا غرزه حشو 4 سلاسل، وهنا يسمى الجوانب 4 سلاسل والوسط 5 سلاسل. الصف كامل راح نديروه على الطريقه هذه. نكمل الصف ونرجع لكم. وصلنا الاخير، نكمل معكم. اذا درنا 4 سلاسل، نشوف الفراغ هذا ونديرو غرزه حشو، نزيد 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهنا عندنا 6 مجموعات نقسمهم على 3، مجموعة الأولى ثانية ثلاثة ثالثة. يسمى الأولى ثانية، الأولى ما نديرش فيها، هاهي وراهي الأولى ما نديرش فيها، الثانية نجي بعدها وندير غرزة حشو، نزيد 1 2 3 4 5، نزيد نخلف واحدة ثانية، الثانية ندير فيها في الأخير. نقسم زوز من الأمام وزوز من الوسط وزوز في الأخير، نقسمهم على 2 مجموعات، المجموعة الأولى والثانية والثالثة. الأولى والأخيرة ندير فيها 4 سلاسل، والوسط ندير فيه 5 سلاسل. نكمل 1 2 3 4، نجي الفراغ وندير غرزة حشو، نزيد 1 2 3 4، مجموعة الأولى مجموعة الثانية غرزة حشو، 1 2 3 4 5، نخلي واحدة اثنين الاخرين واثنين الوسط، 2 في الاول واثنين في الوسط واثنين في الاخير، ونكمل بربعة سلاسل، 1 2 3 4. ونجي لنا وندير في السلاسل هذا وندير غرزة حشو، هذه المجموعة الأولى، وبدينا في المجموعة الثانية. إذا نلف الخدمة، نلف الخدمة تاعنا ونبدأ في المجموعة. راح نخش في أول فراغ وندير فيه غرزة حشو الأولى وغرزة حشو الثانية، ونطلع 3 سلاسل، 1 2 3، وعندي الفراغ هذا اللي فيه 5 سلاسل راح ندير فيه 9 أعمدة. عمود الأول، عمود الثاني، عمود الثالث، العمود الرابع، الخامس، العمود السادس، السابع، العمود 8، والعمود الأخير 9. الأول كنا درنا فيه 7 أعمدة، أنا درت مع عمود عادي، أنا درت مطوال وهنا درت مع عمود عادي، هنا 7 وهنا 9. راح نكمل سلسلة 2 3، وراح نجي الفراغ هنا وندير الفراغ الأول، ندير غرزة حشو، نزيد 1 2 3 4، ونروح الفراغ هذا وندير غرزة حشو، ونطلع بثلاث سلاسل، سلسلة 2 3، ونكرر العملية، ندير هنا 9، وإن كاين 5 غرز راح ندير 9 أعمدة بلفة، عمود الأول عمود الثاني، عمود الثالث، عمود الرابع، عمود الخامس، عمود الستة، العمود السابع، العمود 8، العمود الأخير رقم 9. ونزيد ندير سلسلة 2 3،
هنا عندنا فراغين قبل ما نوصلوا الخمسة. الفراغ الأول ندير فيه غرزة حشو، نزيد نطلع واحد اثنين ثلاثة، عفوا سلسلة، اثنين ثلاثة أربعة، ونروح الفراغ هذا وندير غرزة حشو، نزيد نطلع سلسلة اثنين ثلاثة، ونكمل هنا تسعة أعمدة بلفة، راح يجينا على الشكل هذا. راح يجينا الصف كامل على الشكل هذا. نكمل ونرجع لكم. وصلنا للأخير، راح كالعادة راح ندير تسعة أعمدة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، والعمود الأخير رقم تسعة. نزيد واحد اثنين ثلاثة، راح نجي في الفراغ وندير غرزة حشو، هذا السطر الثاني من المجموعة الثانية، فيه ثلاث مجموعات الموديل هذا. هذه المجموعة الأولى كملناها هنا وبديناها بالسلاسل، المجموعة الثانية بالسلاسل. هي كل مرة راح نزيد في الأعمدة، هنا سبعة أعمدة، هنا تسعة أعمدة، هنا فقط درت أعمدة من طوال. راح نلف الخدمة وراح ندير نفس السطر الثاني هذا هنا فوق الأعمدة، عمود سلسلة عمود، هنا درنا سبعة، هنا راح ندير تسعة أعمدة. إذا نبدأ نطلع، راح نطلع بسلاسل، سلسلة اثنين ثلاثة، وراح نجي الأول عمود، ندير عمود سلسلة، نزيد عمود الثاني سلسلة، عمود الثالث سلسلة، عمود الرابع سلسلة، العمود رقم خمسة، العمود السادس، عمود رقم سبعة سلسلة، العمود الثامن سلسلة، والعمود الأخير رقم تسعة. تسعة أعمدة، كل عمود بين عمود وعمود سلسلة. راح ندير هنا واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة أربعة، نجي الوسط هنا وندير سلسلة، ونزيد سلسلة اثنين ثلاثة أربعة، وراح نروح المجموعة الثانية وندير فوق كل عمود عمود وبينتهم سلسلة. درنا هنا سبعة، نزيد درنا تسعة أعمدة، والفوق تسعة أعمدة، كل بين عمود وعمود سلسلة، ثاني سلسلة، عمود الثالث، عمود الرابع، عمود الخامس، عمود ستة سلسلة، العمود اثنين سبعة،
نحسب 1 2 3 4 9 أعمدة، كل عمود عمود سلسلة، 1 2 3 4 سلاسل، ونجي الفراغ الوسط وندير غرزة حشو وزيد نطلع 1 2 3 4 ونكمل هنا فوق كل عمود عمود بينتهم سلسلة بالشكل هذا. نكمل السطر ونرجع لكم. إذا رجعت لكم أخواتي بعد ما كملت السطر اللي كنا فيه، 9 أعمدة كل عمود، كل عمود بينتهم سلسلة، معنا 9 أعمدة، وأنا 9 أعمدة كل عمود بينتهم سلسلة، درنا سلاسل غرزة حشو سلاسل. دوكا راح ندير نفس الشيء، راح نكرر على 3 مراحل، 3 أقسام، هذا القسم الأول، هذا القسم الثاني، ومازال القسم الأخير. هذا السطر تاع القسم الأخير كيما السطر هذا نفس الشيء. ثم راح نديرو تكرار فقط. إذا ندير 3 سلاسل، نلف الخيط ونروح الفراغ الأول للأعمدة، ندير عمود منكملوش، ونزيد عمود الثاني، ونزيد عمود ثالث، عندنا 3 حلقات سلسلة، نخرجهم مع بعض ونزيد سلسلة، ونروح الفراغ الثاني، الفراغ الأول الفراغ الثاني، ندير نفس الشيء، 3 أعمدة. نخرج مع بعض، عفوا العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث. نوصل هنا ونرجع لكم. رجعت لكم بعد ما كملت. إذا عندنا 1 2 3 4 5 6 7، نورمال مو هي 8، ماشي لازم يكونوا كامل كيف كيف. 1 2 3 4 5 6 7 8، هنا راني نسيت واحدة. نسيت في الأعمدة، هاي وراه اللي نسيتها هنا. دير 3 سلاسل، نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8، قص 8 مجموعات، ندير 3 سلاسل ونروح مباشرة المجموعة هذه، كل فراغ راح نكرر نفس الشيء. ثلاثة أعمدة بلفة منكملهمش، عندنا 3 4 حلقات نخرجهم من بعض وندير سلسلة، راح نعمر كامل الفراغات، نوصل في الآخر ونرجع لكم. إذا نحن وصلنا لنهاية الصف، عندنا 8 مجموعات، 1 2 3 4 5 6 7 8. وش راح ندير؟ راح نطلع بسلاسل، سلسلة، 2 3 4، وراح ندير في الفراغ هذا ندير غرزة حشو، زيد نطلع 1، نلف الخدمة وراح نروح الفراغ وندير غرزة حشو، عفوا نروح الفراغ هذا وندير غرزة حشو،
نلف الخدمة تاعنا ونزيد نروح الفراغ نفسه. ندير فيه غرزة حشو دوكا. راح نبدأ المجموعة الثالثة، القسم الأول القسم الثاني، راح نطلع بالقسم الثالث. هي نفسه، أنا درنا 7، أنا درنا 9، وراح نشوف دوكا السلاسل واش ندير. راح نطلع 1 2 3 4 سلاسل، نخلي المجموعة المجموعة الأولى والثانية. راح ندير في المجموعة الثانية راح ندير غرزة حشو، زيد نطلع سلسلة 2 3 4 5 6، وراح نحسب 1 2 3 4، راح نخلي مجموعتين في الآخر. نزيد نطلع 1 2 3 4، راح اروح الفراغ وندير غرزة حشو، ونزيد نفس الشيء 4 سلاسل، سلسلة 2 3 4، راح نخلي مجموعتين، المجموعة الأولى والثانية، وراح ندير هنا غرزة حشو. نزيد نطلع سلسلة 2 3 4 5 6، وراح نخلي مجموعتين الاخرين هذو، يسمى هنا يعد عندنا 4، 1 2 3 4، ونخلي مجموعتين الاخرين في الاول والاخير، مجموعتين مجموعتين في الوسط 4. راح نطلع 2 3 4، وراح ندير هنا غرزة حشو، الصف كامل على الشكل هذا. نكمل السطر ونرجع لكم. إذن بعد ما كملت الصف هذا وكيفاش خدمناه، قطعنا كنا ب4 سلاسل، نخلف مجموعتين وندير غرزة حشو، نزيد 6 سلاسل، نخلف 4 مجموعات ونخلي 2 في الجانب، ندير غرزة حشو، نزيد 4 سلاسل وندير هنا في الوسط غرزة حشو، ونكمل كيما هذه. بعد ما كملنا الصف راح ندير، راح نلف الخدمة تاعنا ونكملها. دوكا واش ندير، راح نروح الفراغ هذا وندير غرزة حشو، ونزيد نطلع 1 2 3، ونروح الفراغ اللي فيه 6 سلاسل وندير هنا 11 عمود بلفة، العمود الأول وعمود الثاني ثالث الرابع الخامس الخامس العمود السادس العمود رقم 7 العمود الثامن العمود التاسع والعاشر والعمود الأخير رقم 11. 11 عمود، إذا هنا عندنا 7 أعمدة، هنا 9 أعمدة، وهنا 11 عمود. واش ندير، راح ندير كما السطر الأول، راح ندير 3 سلاسل ونجي الفراغ الأول وندير فيه غرزة حشو، وزيد نطلع ب4 سلاسل، سلسلة 2 3 4، ونجي الفراغ وندير غرزة حشو، وزيد نطلع ب3 سلاسل، ونطلع حنايا 11 عمود بلفة، عمود أول عمود ثاني عفوا العمود الأول عمود الثاني عمود الثالث
الرابع، العمود الخامس، العمود السادس، السابع، الثامن، العمود التاسع، العمود العاشر، والعمود الأخير 11 عمود. نزيد ثلاث سلاسل سلسلة، اثنين ثلاثة، ونروح الفراغ الأول وندير غرزة حشو، نزيد واحد اثنين ثلاثة أربعة، ونروح الفراغ هذا وندير غرزة حشو، ونزيد نطلع سلسلة اثنين ثلاثة، وندير في الفراغ اللي فيه ستة سلاسل راح ندير 11 عمود بلفة، تجي خواتي على شكل هذا. في الجوانب ثلاث سلاسل، وفي الجانب الوسط تجي ربع سلاسل، وحنا هنا عمود 11 عمود بلفة. راح نكمل السطر كامل على شكل هذا ونرجع لكم. إذا بديت في السطر هذا 11 عمود، كل عمود بيناتهم غرزة، وهنا أربع سلاسل، غرزة حشو وربع سلاسل. راح ندير أربع سلاسل سلسلة، اثنين ثلاثة أربعة، وراح نجي هنا الوسط وندير غرزة حشو، نزيد أربع سلاسل سلسلة، اثنين ثلاثة أربعة، ونجي الأعمدة هذم 11 عمود، في كل غرزة قبلنا ندير عمود سلسلة، عمود سلسلة، نوصل لهنا ونرجع لكم. 11 عمود بين كل عمود وعمود سلسلة، نواصل أربع سلاسل سلسلة، اثنين ثلاثة أربعة، ونجي الفراغ في الوسط ندير غرزة حشو، نزيد نطلع سلسلة، اثنين ثلاثة أربعة، ونواصل هنا في كل عمود ندير فوق عمود سلسلة. الصف هذا كامل نديرو على الشكل هذا كامل. نكمل السطر ونرجع لكم. راح نروح للسطر الأخير، راح نديره على الشكل هذا باش نكمل بيه الخدمة تاعنا. نطلع ثلاث سلاسل سلسلة، اثنين ثلاثة، وراح نروح الفراغ هذا وندير أربعة أعمدة، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، والعمود الرابع، نزيد العمود الخامس، نخلف فراغ اثنين في ثلاثة، ندير غرزة حشو، نزيد واحد اثنين ثلاثة، نجي ندخل كروشي في الفراغ خلف غرزة حشو، وندير عمود اثنين ثلاثة، عمود العمود الرابع، العمود الخامس، ونخلف فراغ اثنين في الثالث ندير غرزة حشو، نزيد نطلع واحد اثنين ثلاثة، ونجي خلف غرزة حشو وندير أعمدة، العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث، العمود الرابع،
العمود الخامس ونزيد واحد اثنين ثلاثة في الثالثة، ندير غرزة حشو راح السطر كامل راح يجينا كيما هكا. نكمل ونرجع لكم في الأخير. هاوليك السطر بعد ما كملته، على الشكل هذا جميل رائع. هذا هو السطر تاعنا تاع نهار اليوم، مشاهدة ممتعة خواتي.